أنا ليس لدي أي مشكل مع جمال بالماضي كشخص ولا كمدرب للمنتخب الجزائري. غدوة يكون مدرب نشجعه ونشجع المنتخب الجزائري بنفس القوة وربما أكثر. ولكن سئلت هل جمال بالماضي يتحمل مسؤولية الإقصاء؟ قلت بأنه يتحمل جزء من المسؤولية. أتحدى من يقول لي بأن جمال بالماضي لا يتحمل جزء من المسؤولية، كما اللاعبين، كما الاتحادية، كما ممكن حتى الإعلام، ممكن حتى احنا تحملوا جزء من المسؤولية على درجات. إذا حبينا نقدس الرئيس أو الوزير أو السفير أو المدرب لهذه الدرجة، فأعتقد بأنه يجب أن نتجاوز هذا الأمر كمجتمع إذا حبينا نتطوره. نقول إذا لازم جمال بالماضي الاتحادية والمسؤولة طبعا شافت بأنه لازم يبقى 7 سنوات أخرى فليبقى، أنا ما عنديش مشكل يعني شخصي.